الدومة قرية تبعد قرابة 45 كيلومترا شرقي العاصمة السودانية الخرطوم. حتى من بعيد تلفت القرية نظر الزائر بمساجدها ومنازلها البسيطة. منذ أكثر من 20 عاما ذاع صيت قرية الدومة بسبب هواية سكانها في جمع وتربية الثعابين يحملونها بأيديهم وعلى أعناقهم بدون أن تتعرض لهم بسوء. وارتبط هذا المزيد بكرامات أعطاها الشيخ إبراهيم الكباشي لابنه في الطريق الشيخ علي أبو جمال، ومن هذه الكرامات هي كرامة السم التي تنحصر في الحياة والعقارب. وهذا المسجد يؤدي رسالته في هذه المهمة علاج الملدوق وإخراجهم من المزارع والمدارس والمكتبات. خضر أحد سكان القرية يعد المتخصص الأول في ترويض الثعابين وتربيتها وإخراجها من مخابئها، لا بل أيضا يداوي من تعرض إلى لدغة ثعبان. والآن أنا بتعامل معين وبتخصص فين؟ تخصص كامل الأقرب والدبيب، يعني أي حتة فيها دبيب لما يودوني لها أولا بشم ريحة الدبيب وبنادي طوالي. طبعا عندنا له نظام خاص بنبدأ بالتهليل لا إله إلا الله لا إله إلا الله، وفي نظام صفارة سعيد سعيد ثلاث مرات أربع مرات مهما يكون، يعني سبع مرات بيطلع الدبيب بتناوله طوالي بيدخلوا جوا الكيس بتاعنا. يتبارى سكان قرية الدومة ويتفاخرون بتعاملهم مع الثعابين، فأصبحت عند البعض هواية، حتى النساء يحاولن التعود عليها مثلهن مثل الرجال والأطفال. قطعا نخاف ونخشى لدغات العقارب والثعابين، لكن أهل هذه القرية عرفوا كيفية التعامل معها وترويضها حتى صارت جزءا من حياتهم اليومية. طارق التجاني، سكاي نيوز عربية، من قرية الدومة شرقي الخرطوم.